دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع مع بعض أبرز وأهم الأخبار والأحداث المقرر حدوثها اليوم واللي هنتابعها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتواصل هيئة السكة الحديد تشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتشغل هيئة السكة الحديد قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1949 من أسوان للإسكندرية، وتستمر هيئة السكة الحديد في تشغيل عدد إضافي من القطارات طوال فترة العيد وحتى يوم 20 إبريل من الشهر الجاري، وبيستمر تشغيل قطار مخصوص بعربات ثالثة مكيفة برقم 1940 من القاهرة لأسوان حتى يوم 18 إبريل 2024. النهاردة هتبدأ الرحلات المكثفة لعودة المعتمرين المصريين اللي أدوا مناسك العمرة خلال شهر رمضان، وبتشير الإحصائيات إلى أن عدد الذين أدوا المناسك خلال الشهر الكريم تجاوز 100,000 معتمر. وتسير شركات الطيران المصرية والعربية الناقلة لرحلات العمرة رحلات طيران إضافية لعودة المعتمرين المصريين لاستيعاب الأعداد المسافرة من الأراضي المقدسة لمصر ومنع أي تكدسات قد تحدث بالمطارات السعودية. ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران 374 رحلة جوية لنقل 81,797 راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة لأرض الوطن، وده خلال الفترة من 8 ل 22 إبريل الجاري. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 32 من عمر المسابقة، من أهمها مباراة نيوكاسل يونايتد مع توتنهام في تمام الساعة 1:30 الظهر، ومباراة مانشستر سيتي مع لوتون تاون الساعة 4 العصر، ومباراة بيرنموث مع مانشستر يونايتد في تمام الساعة 6:30 مساء. النهاردة العشاء الكرة الأسبانية أيضاً موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة، هيلتقي أتلتيكو مدريد مع جيرونا في تمام الساعة 2 ظهراً، في تمام الساعة 4:15 عصراً هيلتقي رايو فاليكانوا مع ختافي، وفي الساعة 6:30 مساء هيلتقي ريال مدريد مع ريال مايوركا، وفي تمام 9 ليلاً هيلتقي برشلونة مع قادش.